طب اثنين مان امون جست مان مع الخيال سيدريك سيدون. اذا بسم الله وعلى بركه الله مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق الشوط الخامس ابراز للخيل المهجنه لاصيله تكافؤ الدرجه الرابعه لمسافه 1 مايل 1600 متر شوط مزحوم بمشاركه 16 راس في هذا الشوط. نتابع بالشعار السماوي بيحاول التقدم والدفاع من خلال سكسيد اند اكسيلا مع مارك ليرنر والمدرب محمد حسين ملك المهندس ضافي راشد الارضي المري. في المركز الثاني شعار سيد خليفه بن شعيل الكواري محاوله التقدم والدفاع من خلال هاري بنتلي وهيدروكسايد ابرز المرشحين للفوز في هذا الشوط. بينما اذا المركز الثاني هنا عتيق مع المدرب زهير محسن ملك السيد علي بن ثامر المحشادي والخيال مارفن سيورلاند محاوله قويه ايضا من جينو وستيفان لاجات في المركز الثالث. اذا توجه الجياده نحو الانعطاف قبل الاخير اخر 800 متر نتابع واياكم سكسيد اند اكسيل من سلاله سكسيد اند اكسيل في الصدر مع مارك ليرنر والمدرب محمد حسين ولكن عتيق من الجهه الخارجيه محاوله قويه جينو من المركز الثالث ومتابعه ايضا مربط إنجاز من خلال رقم 7 فيتشورا شادو في المركز الرابع في بيير كونفرتينو وأيضا دفاع قوي فعلا من جينوا الآن محاولة للتقدم والاندفاع آخر 400 متر هنا إلى الانعطاف الأخير في الشوط الخامس. نتابع وإياكم الشعار السماوي في المقدمة الدفاع الجياد بشكل كبير إلى المقدمة الآن وجينوا محاولة التقدم ولكن أيضا من الجهة الخارجية عتيق وسكسيد أند إكسيل لا زال يتصدر الجميع. هنا دفاع فعلا قوي من جينوا وستيفان لاجاج منافسة قوية شرسة وجينو في المركز الأول محاولة من كوتبي في المركز الثاني ولكن جينو إلى الصدارة إلى المركز الأول. المبروك إذن للمدرب ذا. النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين بالنسبة لهذا الشوط المركز الأول لرقم 1 جينو المدرب محمد بن خالد العطية ملك السيد خالد حمد محمد عبد الله العطية والخيال سيف اللجاج. المركز الثاني لرقم 14 كود بي المدرب إبراهيم سعيد إبراهيم المالكي ملك السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي والخيال إدواردو بدروزا. ثالث المراكز لرقم 10 مع سكسيد أند إكسيل المدرب محمد حسين أفروز ملك المهندس ضافي راشد الأرضي المري والخيال مارك ليرنر. المركز الرابع لرقم 13 وودكيد المدرب جوليان سمارت ملك سمو الشيخ محمد بن خليفه بن حمد الثاني والخيال تيوبا شلو. والمركز الخامس لرقم 6 هاي هولي المدرب يوسف بن طاهر مهاود وملك السيد خالد راشد غانم كشاش المهندي والخيال يون بابتيس هامل. الف مبروك للفائزين في الشوط الخامس.